شكلي حلو بس في الكلوز ما تاخدش كلوز قوي عشان مناخيري بتنفش. طب لون شعري انا لسه مغيراه يعني شكله لذيذ. التان باين قوي في الكاميرا ولا اخففه شويه؟ انا كنت جاي متخيله ان انا هقعد اتكلم حكايات ليها علاقه بالمسرح وبالتمثيل وبالرمضان وبالحاجات. فجاه رحت في دهب ورحت في معجب اللي بيحدفني بالطوب ورحت في حاجات كتيره جدا كده. فلو انتوا عايزين تعرفوا احنا اتكلمنا في ايه ممكن تشوفوني على قناه SBC Easy ان شاء الله.